يا صانع المحتوى الصحي خلدون أحمد، نشوف هذا الفيديو بعدها راجعين. هلا وكل الهلا. من الاشياء الخاطئه المنتشره عندنا وخاصه عند الصائمين انه هو عنده الم اسنان ووجع وما يروح لعياده الاسنان او لطبيب الاسنان. ليش؟ لان اخاف افطر واخسر الصيام مالي. احب اقول لك معلومه انه هذه الاشياء خاطئه وما لها اي صحه. يعني انت تقدر تروح لطبيب الاسنان مالتك تحشي سنك، او مثلا عندك جلسه تنظيف، او عندك جلسه تبيض، ايا كان عندك. بمعنى انه عيادات الاسنان تروح لها طبيعي، ماكو شيء فطر بيها لا البنج ولا الحشوه ولا حفر الاسنان، فاطمئن وماكو اي شيء يخوف ولا شيء يدخلك بشك على صيامك. واكيد انه انت راح تسال طبيبك قبل لا تبدي وهو راح يقدم لك النصيحه الصحيحه. وصحتك فتشي، حافظ على هذا الشيء.